شركة كيويازي تعمل على إمداد الثلاجات بأحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة، هذا بالإضافة إلى تقديم العديد من المقاسات المختلفة التي تتناسب مع مختلف المنازل من غرف النوم والمكاتب وحتى الثلاجات الكبيرة التي تتناسب مع المطابخ المتسعة. هنتكلم عن مميزات ثلاجات كيويازي. أهم ما يميز ثلاجات كيويازي هي الخامات القوية والمقبض الحديدي الذي يتحمل الاستهلاك الثقيل والعنيف، وتميز ثلاجات كيويازي بنظام عزل عالي الجودة مما يمنع تأثير الطعام داخل الثلاجة من درجة الحرارة الخارجية حتى في حالة فصل الكهرباء عن الثلاجة، مع مراعاة عدم فتح الباب الثلاجة بشكل متكرر لأن ذلك يجعل العزل بلا فائدة. وشركة كيويازي قامت بتصنيع أرفف الثلاجة من الكريستال في بعض منتجاتها، والذي يصعب للغاية كسره بعكس أرفف الثلاجات المنافسة التي غالبا تكون من الزجاج أو البير. عيوب ثلاجات كيويازي: من أبرز عيوب ثلاجات كيويازي أنها تتأثر بشكل كبير من مشاكل الكهرباء، فإذا كانت الكهرباء لديك غير مستقرة لننصحك بشراء كيويازي لأنك تحتاج إلى صيانتها بشكل متكرر. بعض المستخدمين يشتكون من صيانة كيويازي فهي ليست على أعلى مستوى، وهناك مشاكل كثيرة في ثلاجات الديفروست منها والتي اشتكى منها المستخدمين، لكن الشركة تضع اللوم على الاستخدام الخاطئ. أما عن أفضل أنواع ثلاجات كيويازي في السوق وأسعارها، وطبعا ما تنسوش أن الأسعار بتختلف بين وقت والتالي خلال العام. ثلاجة كيويازي 11 قدم 315 لتر بسعر 3980 جنيه، ثلاجة كيويازي 16 قدم 450 لتر بسعر 7750 جنيه، ثلاجة كيويازي 18 قدم 480 لتر بسعر 8450 جنيه، ثلاجة كيويازي 11 قدم 315 لتر بسعر 3970 جنيه، ثلاجة كيويازي 10 قدم 280 لتر بسعر 4300 جنيه، ثلاجة كيويازي 18 قدم تربو 480 لتر بسعر 8780 جنيه، ثلاجة كيويازي 21 قدم لون فضي نو فروست بسعر 8980 جنيه، ثلاجة كيويازي 23 قدم لون أسود نو فروست بسعر 14400 جنيه، ثلاجة كيويازي لون أسود توين تربو نو فروست بسعر 9000 جنيه، ثلاجة كيويازي 18 قدم تربو 480 لتر لون سيلفر بسعر 8860 جنيه. ودي كل المعلومات عن ثلاجات كيويازي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا اعجاب ومشاركة عشان يوصل لكل الناس علشان يستفيدوا. شكرا كتير لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.